يقول: ما رأيكم في من يتكلم عن الدعوة السلفية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويقولون أن الدعوة السلفية والوهابية هي دعوة تشدد وهي الذي سببت الفتنة في هذا العصر؟ ما يستغرب أن يقول الأعداء مثل هذه المقالة، قالوها في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سب آلهتنا وسفه أحلامنا، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا كذاب. ما يستغرب أن يقال في دعوة العلماء والمجددين والأئمة مثل ما قيل في دعوة إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الشيخ ماذا ينقمون منها؟ الشيخ ما دعا بشيء جديد ولا أحدث شيئا جديدا، وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد والنهي عن الشرك والحكم بما أنزل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور دينهم. هذا الذي قام به الشيخ رحمه الله. فإن كان في هذا ما يعاب أو يذم فليكن هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي سبب الفتنة في هذا العصر هو مخالفة دعوة المصلحين. الذي سبب الفتنة هو مخالفة دعوات المصلحين ومخالفة الأئمة المتقين، مخالفة أهل العلم، مخالفة الناصحين، اتباع أهل الأهوى والضلال، اتباع دعاة السوء. هذا الذي سبب الفتنة. نعم.